ومن الفقرة الرياضية بننتقل وحضراتكم، وهذا التقرير عن يعني المسرح الحر والزميلة إخلاص لعتوم. تحت شعار المسرح خيال واسع في عالم ضيق، أقامت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليالي المسرح الحر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بدورته 13، وبحضور نقيب الفنانين حسين الخطيب ومدير مهرجان المسرح الحر الدولي علي عليان وعدد من الفنانين والأدباء والإعلاميين. أعتقد أنه إن شاء الله راح تكون خطوة مهمة جداً إضافة لما قدموه من أعمال أو من مهرجانات سابقة. موضوع النقابة في موضوع دعمها، نعم نحن ندعم بجزء بسيط ويسير لزملائنا في فرقة المسرح الحر، وبالإضافة للبعد المادي أيضا هناك في بعد أيضا معنوي، نحن معهم، نحن نسير وإياهم أيضا في كافة تفاصيل المهرجان وإنجازاته وتطلعاته. نتمنى أنه إن شاء الله يكون مهرجان هذه السنة متميز، ولا سيما أنه هذا المهرجان أيضا دولي وله يعني عدد كبير من السنوات التي سلفت. الدورة لهذا العام ستقام على مسارح المركز الثقافي الملكي ومسرح الشمس ومركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، وبمشاركة 9 دول عربية وأجنبية بعروض مسرحية متميزة ومنتقى بعناية شديدة لترسيخ مفهوم جودة المنتج المسرحي بعيداً عن المجاملات ومواسم السياحة المسرحية لدى العديد من المهرجانات. يعني هذه الدورة تمتاز بأنه في عدد من الفرق المسرحية والعروض من دول مختلفة عربية وأجنبية راح تكون لأول مرة يعني حتشارك في هذا المهرجان، مثل روسيا مثلاً، ويعني إلى حد ما سويسرا يعني لأول مرة أيضا تشارك، بالإضافة طبعا مشاركة عرض مشترك تونسي كندي بهذه الدورة، عرض يتحدث عن قوارب الموت اللي بنشوفها على محطات التلفزة، العلاقة بنقل المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. هذا العمل يعني يتحدث عن هذه الفعل الاجتماعي اللي بنشوفه. أيضا في تنوع في برامج المهرجان في هذه الدورة، بحيث أنه لن تبقى حبيسة العاصمة عمان ويعني في المركز الثقافي الملكي اللي هو شريكنا الاستراتيجي، ولكن أيضا سترسل إلى مدينة الزرقاء من خلال مسرح المركز الملك عبد الله الثاني في مدينة الزرقاء. راح يتم إرسال عدد من العروض، وأيضا فتحنا مسرح رابع هو مسرح الشمس في العبدلي، وهذا يعني إنجاز أنه نستطيع أن نقدم 4 عروض في اليوم، وبالتالي يعني في تنوع في برامج المهرجان وتوسع في استقطاب العروض. بعد عطاء دام ل13 دورة من هذا المهرجان وانتشاره المكثف على مستوى العالم، استطاع في هذا العام الحصول على ترخيص الهيئة وانضمامه إلى شبكة المهرجانات العالمية، ومن أجل ذلك فلنعتلي منصات مسارحنا لنفاخر العالم أجمع بأننا لنا بصمة أينما اتجهنا. إذن يعني هذا التقرير يعني كان للمسرح الحر، المسرح الحر يعني بدورته 13 أعتقد يعني هذا العام. لطالما تحدثنا عن أهمية المسرح، دور المسرح في كثير من الأمور التي لها علاقة بالثقافة المجتمعية بالتوعية. واحدة من أهم أدوار المسرح اليوم اللي هي سايكودراما، اللي هو المسرح اللي ممكن أن يعالج ويعدل من سلوكيات وتوجهات، وحتى يعني البوح، هذا البوح اللي بيخفف الكثير من المعاناة النفسية عند الأشخاص. للأسف يعني لا يزال الحراك المسرحي أو إذا بتحبوا الثقافة تجاه يعني ارتياد المسرح بتكون متواضعة جدا يعني في الأردن، وهذا مؤلم يعني، لأنه بالفعل المسرح في الدول الأوروبية في الدول الغربية لا يستغنى عنه أبدا، هو بمثابة الخبز يعني كما تحدث عنه الكثير من الأشخاص. يعني تأمل بالفعل أنه يكون رواد المسرح، يكون الدور أيضا للمسرحيين واضح أكثر وجلي أكثر في الأمور المتعلقة بالقضايا المجتمعية بشكل عام. بتأمل أيضا يكون في دعم موجه للمسرح والمسرحيين والمسرحيات الهادفة، لأنه أنا من وجهة نظري المسرح يعني بشكل علامة مهمة جدا بتميز الشعوب المتحضرة عن غيرها. نطلع وحضراتكم فاصل ثم المزيد من حديث اليوم.